طيب المسألة الأخيرة من اللي اتبعت لي دي مسألة فكرتها لطيفة شوية. هي فكرتها باختصار إيه؟ في باقي المسائل كنا بنفترض إن الباودر اللي أنت بتحلها أو بتضيف عليها السولفنت يعني إيه does not contribute to the final volume. يعني مثلا أنت جبت باودر بعد كده ضفت عليها 20 مللي، بتفترض إن في الآخر الفوليوم التوتال اللي اتكون بعد ما أنت رجيت وخلطتهم 20 مللي برضه، وهي كأن الباودر ملهاش فوليوم ملهاش حاجة. هنا لا، هنا هنفترض ان هي the dry powder accounts for some increase of the final volume of the reconstituted A solution. فبالتالي احنا هنا بقى الفرضية بتبدأ. لو انت مثلا لا لو ضفت كمية مثلا لو ضفت 20 مللي على لو انت ضفت مثلا لو احنا قلنا ان دي vial او قلنا ان دي محلول وكان في شوية باودر هنا تمام، وانت عندك من بره ازازة ما فيها 20 مللي وضفت 20 مللي، الفوليوم اللي هيتكون هنا هيبقى كام؟ هيبقى اكبر من 20 مللي، مش هيبقى 20 مللي تمام. في المسائل اللي فاتت احنا كنا بنتجاهل ده، بس هنا هو بيقول لك لا، بيقول لك خلي بالك منه. طيب هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك عندك انتيبيوتيك ستريبتومايسين سلفيتس موجود في 5 جرام فايل، يعني الفايل هي حجمها او اسف الكميه اللي فيها تبقى 5 جرام، واخرها 20 مللي، اخرها 20 ايه؟ اخرها 20 مللي. ده كده يعني 5 جرام دي وهي كانها موجوده في ايه؟ موجوده او هي موجوده في 20 مللي تمام كده. هو بيقول لك بقى ايه؟ انه الباودر دي بتزود الفوليوم بعد التحليل 5%، وهنقول الكلام ده هنفصله في المساله. فهو بيقول لك احنا لو استخدمنا الفايل دي اللي هي ال 5 جرام سيتوميسين فايل دي مش كده حلو، ووتر فور انجكشن از ديلونت، بيقول لك ايه؟ هاو وود يو اوبتين ذا انتيبيوتيك نيدد فور ذا فولوينج بريسكريبشن. تعال شوف بريسكريبشن بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عايز جرام موجود في كل كام؟ في كل 100 مللي، يعني جرام باودر موجوده في 100 مللي مش كده حلو. طيب انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي انا اول حاجه همشي واحده واحده. ال 5 جرام دي يعني دلوقتي انا عندي فايل اهي، حلو انا عندي فايل لطيفه جدا اهي تمام. هذه الفايل انا عايز احلها، وبيقول لك بتحلها ايه؟ قال لك اخرك في الفوليوم 20 مللي حلو. طيب هل اضيف 20 مللي على طول على ال 5 جرام؟ احنا هنا دلوقتي ما بنحلش المساله، احنا هنا بنقول ازاي احل الفايل حلو. فايه هو يعني انا دلوقتي لو هي دي فيها 5 جرام انا عايز احلها، لو ضفت 20 مش هينفع لان هتعدي الكباستي حلو. فانا بعمل ايه؟ بعمل حساب ال 5% دي، يعني ما تضيفش 20 لا ضيف ال 95% بتاعت ال 20. انت ليه جبت 95%؟ لان في 5% زياده هتحصل، فانت ما تضيفش ال 20 مللي لا ضيف 95% منهم عشان الباودر هتكمل لك ال 5% الباقيه. فاهمين قصدي؟ تمام؟ يعني بدل ما تضيف 20 مللي عشان تحل دي لا ضيف كام؟ ضيف 20 في 95 من 100 اللي هي كام؟ اللي هي 19. فانا هعمل ايه وانا بحل المساله؟ بقول له ان انا هحل الفايل اللي هي 5 جرام دي احلها ب 19 مللي من السولفت او الداليونت بتاعي حلو، علشان الفاينل فوليوم يبقى كام؟ يبقى 20 مش هيبقى 19، لان الباودر هتزود الواحد من نفسها صح كده، هتزود الواحد عندها تمام. ده اول جزء، يعني ده جزء ازاي احل الموضوع، يعني ازاي مش احل المساله، يعني ازاي احل الفايل نفسها حلو. بعد ما انا بعمل كده، بعد ما انا بضيف يبقى 19 دي هي ايه؟ هي الفوليوم ريكوايرد من السولفنت علشان احضر 5 جرام فايل فيها 20 مللي او 20 مللي من 5 جرام اي فايل. طيب بعد ما انا اعمل كده خلاص، بعد ما انا بضيف 19 مللي على 5 جرام كده بقى عندي الحمد لله 20 مللي بتدوب فيهم 5 جرام حلو. طيب انا عايز احضر دي بسيطه خالص، بنقول ايه؟ بنقول والله لو ال 20 لو في 5 جرام موجوده في 20 مللي ده معناه ان في كام في المللي؟ يعني هي بسيطة خالص، يعني احنا ممكن نقول ايه؟ خلينا نحلها أحسن، نقول إن 5 جرام على 20 مللي يبقى دي على 5 فيها الواحد ودي عليها فيها الأربعة، يبقى في 1 جرام في كل 4 مللي، يعني في كل مللي في ربع صح كده؟ يعني لو احنا قلنا إن في 1 جرام في كل 4 مللي يبقى المللي الواحد في كام جرام؟ اكس اهي اكس جرام حلو، وبعمل مقص هيبقى كام؟ هيبقى 1 على 4 حلو، يبقى فيها ربع، يبقى انا عندي
خليني مش كده، مش منظمة قوي معلش. حلو، يبقى انا عندي في ربع جرام بير ملي. جبتها منين دي؟ هي ربع جرام بير ملي هي نفسها لما تقول ان في 5 جرام في 20 ملي. تمام، 5 جرام في 20 ملي هي ربع جرام في الملي، صح؟ عندي 5 جرام في 20 ملي، يبقى انا عندي جرام في 4 ملي، يبقى انا عندي الملي فيه كام؟ في ربع، صح؟ احنا قلنا عندي جرام في 4 ملي، يبقى كل ملي فيهم ربع، عشان في الاخر يبقى عندي جرام في 4 ملي. طيب يبقى عندي ربع جرام في الملي، حلو كده. طيب انا عايز اسحب ال انا عايز انا عايز اسحب كام حسب البريسكريبشن عندي؟ انا عايز 1 جرام من المادة الفعالة بس، مش عايز 5، عايز 1 جرام. طيب انا عندي الفايل دي فيها ربع جرام بير ملي. طيب لو انا عايز 1 جرام يبقى اسحب، انا ما بسحبش جرامات، انا بسحب بالملي، صح كده؟ وانت تسحب بالسرنجة ولا حاجة. فبقول انا دلوقتي معايا فايل فيها ربع جرام على كل ملي، وانا عايز اسحب 1 جرام عشان التحضيرة بتاعتي، يبقى انا عايز كام ملي؟ حلو، واضرب. حلو كده، هيبقى الاكس بتساوي طبعا هتبقى هي طبعا الاكس في ربع، هتبقى ربع اكس بتساوي 1، يعني هي خلينا نحلها بالتفصيل، ربع اكس بتساوي 1 في 1، هي دي مش ال دي 1. حلو، 1 في 1 تبقى بواحد. حلو، يبقى الاكس دي بتساوي كام؟ 1 على الربع. 1 على الربع دي اللي هي كام؟ اللي هي 4 ملي، صح كده؟ يبقى انا هسحب من الفايل دي، حلو كده، بعد ما اتحللت، احنا خلاص احنا قلنا ان هي اتحللت وبقت عبارة عن ايه؟ جواها 20 ملي وفيهم 5 جرام ايه؟ المادة الفعالة اللي هي الستريبتومايسين. حلو، المهم هسحب منها 4 ملي. لو انا سحبت 4 ملي، اول ملي فيه ربع جرام، تاني ملي هيديني النص، تالت ملي 3/4، رابع ملي يديني كام؟ الجرام كام؟ سحبت منها 4 ملي، خلاص اسحب ال4 ملي دول واقوم مثلا حاططهم في تحضيرة معينة او في كونتينر او ايا كان. ادي هنا 4 ملي، حلو، اللي جواهم كام؟ ال1 جرام، صح كده؟ طيب انا هل هو عايز 4 مللي؟ لا، هو قال لك انا عايز السوليوشن ده يوصل لحد 100 مللي. اقوم مكمل على الاربعه دي، اكملها كده ميه فاضيه اللي هي صوديوم كلورايد دي لحد كام؟ لحد 100. طيب 4 مللي يبقى لها كام عشان تكمل؟ بقى لها 96 مللي، عشان في الاخر التحضيره في الاخر تبقى ايه؟ تبقى 100 مللي. تمام، يعني ان شاء الله تبقى واضحه، هي يعني الموضوع مش معقد قوي، يعني الدنيا بسيطه، وان شاء الله ده يكون وضح كل حاجه. وموفقين جميعا، السلام عليكم.